بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا على حضوركم لفعالية ديوانية الإلكترونية في هذه الجلسة، وهي الجلسة الرابعة. عنوان جلسة في هذا اليوم اختارها الضيف بنفسه، عنوان الجلسة: من داعشي إلى ملحد، حكايات في الوقاية الفكرية. ضيف هذه الجلسة هو الأستاذ الدكتور خالد الدريس، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وكذلك المشرف على كرسي الأمير نايف للأمن الفكري. وحينما يقال الأمن الفكري، فإن الدكتور وضيف الجامعة لهذا اليوم هو واحد من أبرز الشخصيات ممن يكتبون ويتصدون ويبحثون في هذه القضايا، سواء قضايا التطرف أو حتى في قضايا الإلحاد. ويعني قبل أن نبدأ، أنا دائما أقول لازم في اتفاقية بيني وبينكم، أنه أرجوكم هذا منبر حواري، وبالتالي إذا كان عندكم وجهات نظر، إذا كانت في مداخلات سواء كانت أسئلة أو اختلاف في وجهة نظر مع الضيف، فأرجو تقريبا يعني يمكن بعد ما ينتهي ضيفنا أنكم ترفعون أيديكم وراح نناولكم الميكروفون، وإن شاء الله يسع الوقت لأكثر المداخلات هنا. اتفقنا؟ خلاص، على بركة الله. شكرا جزيلا لك. اليمين المحافظ لها يبدو لي منشغلين بالقهوة، فعليهم بالعافية يعني. فشكرا جزيلا لك دكتور خالد، احنا سعيدين باستضافتك، سعيدين بقبول الدعوة، سعيدين باختيارك لهذا الموضوع وهذا العنوان الذي هو جاذب بحد ذاته، ويبدو ان لك مهارة في صياغة العناوين الصحفية يعني. فشكرا جزيلا لك. يبدو انك تتحدث عن نوعين من التطرف، هل هم يشتركون في عقلية واحدة ولا عقلية مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع الهدى. حياكم الله جميعا. وجوابا على سؤال الأخ عبد المحسن، الحقيقة فيه نقاط اشتراك وفيه نقاط اختلاف، لكن هي العنوان، بما أنه الأخ الشيخ خالد السياري اتصل بي قال فيه ديوانية التوعية الفكرية، يعني قلت مهم مناسب أجي أقعد أنظر عليكم في مسائل الأمن الفكري ديوانية، يعني لازم إيش فيها شوي حكايات وسواليف وكذا. وبما أن لي تقريبا خبرة حدود 10 سنوات في موضوع الأمن الفكري، إذا أني تشرفت يعني بالإشراف على كرسي الأمير نايف في جامعة الملك سعود من 1428 سنة 1428 إلى اليوم يعني. فرأيت أني أحدثكم عن بعض الحكايات وبعض القصص اللي جرت مع بعض الإلماحات وبعض التحليلات، يعني إن كان الوقت سيسع لذلك. فالفكرة تتحدث على أن بعض أنواع التطرف يتحول الشخص فيها من داعشي إلى النقيض، إلى أن يكون ملحدا. طبعا هذه بعض الصور، ليست كل الصور، لكن هذا مراد منه يعني إشارات إلى تحليل بعض القصص التي سأقولها لكم. طبعاً أنا اخترت، لو تلاحظون، حكايات في الوقاية الفكرية، يعني حتى تجنبت كلمة الأمن الفكري، تجنبت المناعة الفكرية، واخترت عبارة أو مصطلح أرى أنه من أنسب المصطلحات للحالة التي نتحدث عنها، وهي الوقاية الفكرية. طبعاً الوقاية الفكرية مش معناها؟ معناها الحذر من مخاطر الأفكار المهددة للأمن الوطني والعقدي. هذا هو تعريف الوقاية الفكرية، يعني التحذير أو الحذر من الأفكار المهددة للأمن الوطني والأمن العقدي. الأمن العقدي يعني ما يمس العقيدة، والأمن الوطني كل شيء يتعلق بأمن الوطن. طيب، ولماذا هذا المصطلح وليس المصطلح الأمن الفكري والمصطلحات الثانية؟ هي متقاربة طبعا. مصطلح الوقاية الفكرية، لو تلاحظون، الإنسان ما يجفل منه، ما يعني ما يشعر بنوع من الوجس منه أو التخوف منه. لماذا؟ لأن عندنا الوقاية الصحية، صح ولا لا؟ في وقاية صحية، والناس يبادرون الآن للاهتمام بصحتهم يعني، والأكل الصحي، والجسم اللي يكون يعني غير معرض للأمراض. فالوقاية الصحية صارت أمر مطلوب يعني ومهتم به، ولا أحد يتحدث عن أن هذا الأمر تهويل ولا تكبير الأمر، تكبير للأمور. كذلك عندنا الوقاية الاقتصادية، يعني لو أنت بتدخل مثلا سوق أسهم ولا أي سوق تعمل فيه، تحتاج إلى أن أحد يعطيك
بعض المعلومات التي يحذرك فيها من إيش؟ من بعض الغش الموجود، صح ولا لا؟ يعني لو واحد منكم بيروح يستاجر شقة ولا بيشتري بيت، ما هو يخاف من الغش؟ ما هو بيخاف من اللعب في المواد البناء وغيره؟ ترى كذلك المسائل الفكرية تخضع لهذه الأمور، تخضع لأمور الغش ولأمور الخداع. وكذلك عندنا يعني أنواع من الوقاية الاجتماعية في المجتمع أيضا، قبل يطلع الطفل للشارع يحذر من بعض الأمور وينبه إلى أنه يعني يحذر من بعض الشغلات. الوقاية المرورية، الآن المرور نفسه يعطينا أيضا تعليمات على قضية السلامة. مسألة الأفكار استثناؤها والقول بأن الإنسان يستطيع أن يشاهد ما يشاء وأن يقرأ ما يشاء وأن يدخل في ما يشاء، في الحقيقة سيكون نشاز عن هذه الأمور التي هي اعتاد الناس عليها، اللي هي الناس متفقون ومتسالمون، يعني متفقون على أن الوقاية من هذه الأنواع اللي ذكرناها قبل قليل، الوقاية الصحية والوقاية الاقتصادية والوقاية الاجتماعية والوقاية المرورية، أنها مطلوبة. فبالتالي لماذا يستثنى الأمن الفكري أو الوقاية الفكرية ويقال لا المسائل الفكرية لا؟ أنا بقول لكم حاجة قد تستغربونها، يعني بعض المثقفين وبعض المطلعين يقول مسألة الأمن الفكري هذه عار عليكم أنكم تتحدثون فيها. طبعا بحكم أني أنا في الجامعة واجهت مثل هذه النوعية من الأساتذة، يقول مفترض المسائل الفكرية ما أحد يسوي عليها بوليس فكري، تقول أمن فكري، فتتكلم معه قل هل بالفعل حنا عندنا بوليس فكري؟ الأصل طبعا من وين لما تتجذر أصل المشكلة دي، وين نشأت من اللي هو يعني الموقف السلبي من قضايا الأمن الفكري والوقاية الفكرية والمناعة الفكرية؟ الموقف هذا راجع إلى تقريبا القرن 18 الميلادي، لما بدأ التنوير في أوروبا. لما بدأ التنوير في أوروبا كتب أحد الفلاسفة الكبار وهو فيلسوف مؤثر جدا اسمه إيمير كانت، وينطق بالعربية أحيانا كانت بالطاء، يعني تمييزا عن بعض خاصة في بعض الترجمات. إيمير كانت له كتاب أو مقالة اسمها ما التنوير، يعرف فيها التنوير بأنه أن يتجرأ العقل على المعرفة، أن يتجرأ العقل على المعرفة. فبالتالي كل شيء محظور أو ممنوع أو ممكن يكون تمنحه الكنيسة أو تمنحه السلطة السياسية، فيجب على العقل أن يتجرأ في الاطلاع عليه. وأصبح هذا ديدا كثير من المثقفين، لكن أنا في ظني أن هذا كان يناسب عهدا قديما، العهد القديم كان يناسب العهد القديم، لما كانت المطبوعات القرن 18 يعني وما بعده، كانت المطبوعات والكتب والمقالات والمجلات محدودة ولا كثيرة؟ محدودة. الآن نحن نعيش في عصر يستهدف فيه العقل للتلاعب به، للتلاعب بالوعي. يعني تظنون داعش هذه الآن ما هي عندها دراسات إعلامية للتأثير على المشاهدين وعلى الناس؟ بعض مقاطعهم كانت إخراجها هوليودي، صح ولا لا؟ إخراجها يعني كرينات تتحرك وكاميرات يمين وشمال وإبداع في التصوير، يعني كأنما اللي يصور له مو واحد متخرج من هوليود. وعموم الدواعش كان عندهم جهاز إعلامي قوي قوي ويدرس العقول. وبالمناسبة الدواعش في فترة من فترات ما كانوا يبغون يعني ناس كثير، هم يبحثون عن واحد من الألف من النوعية الشباب التي ممكن يقع عليها التأثير، هم يبحثون عن هذه النوعية، يعني ما يبحث عن أن يكون من أتباعه من كل 100 مثلا شخص 10، لا، هم ما يستهدفون هذه الكمية، هم يريدون من كل 1000 واحد، وهذا الواحد هو يكون عنده نوع من الصدمات العاطفية، من التوتر المرتفع، من القلق، حتى يستطيعون الإعمال ما يتعلق بالتلاعب بالوعي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. طبعا نحن الآن نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي، الأساتذة الكبار سواء في الإعلام، سواء في طب الأعصاب، في علم النفس الاجتماعي، المتخصصين في الإقناع والتأثير يتكلمون على أن الناس الآن، ما كان في وقت من الأوقات في تاريخ البشرية الناس معرضين للبرمجة والتلاعب بالوعي مثل هذا الوقت. هنا يصبح الكلام عن التنوير وأن الوقاية الفكرية شيء بوليس فكري كلام يعتبر من الحقبة القديمة، يعتبر من الكلام القديم اللي يناسب القرن 18 ميلادي.
لكن في عصرنا هذا الآن في السنوات الأخيرة في عصر ما بعد الإنترنت، الحقيقة أن الوقاية الفكرية أصبحت أشد أهمية حتى من الوقاية الصحية. لماذا؟ لأنه يعني المشتغلون في الذكاء الاصطناعي، المشتغلون في الإعلام الحديث يعرفون جد المعرفة أن هناك بالفعل قدرات رهيبة أصبحت الآن موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، قادرة على برمجتك، قادرة على برمجة أي إنسان. وأول شيء يستهدفونه تشتيتك. لذلك تلاحظون مثلا في تويتر وفي بعض البراء وفي اليوتيوب تلقاك داخل مثلا محاضرة دينية طالع على مشهد فكاهي، صح ولا لا؟ طالع منها إلى وحدة تطبخ، ها؟ إلى مقطع أغنية، إلى مقطع فيلم من فيلم. هل في تركيز؟ تشتيت. وش تخرج؟ تخرج بنوع من الغبش وعدم عدم عدم التركيز. وأصبحت أكبر معضلة الآن وأكبر معركة هي معركة التركيز، لأن التشتيت هدف. والتشتيت هدف لماذا؟ لأن المتشتت يستطاع أن يزرع فيه التشكيك، يزرع يستطاع أن يزرع فيه البرمجة اللي نتكلم عنها. طبعا في برمج في نحن الآن نبرمج اقتصاديا على أشياء معينة في بعض الإعلانات التجارية، وأنتم لاحظتم يمكن بعض الإعلانات التجارية تطاردك في كل محل، تطاردك في اليوتيوب، تطاردك في التويتر، في الفيسبوك، في 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 السناب، في كل محل. وأنت تظن أنك أنت تختار، والحقيقة أنت لا تختار، أنت في الحقيقة في عقلك الباطن تم تلقينك وبرمجتك لكي يعني. وهذا ترى فيه دراسات بالمناسبة علمية وحديثة حول الموضوعات هذه. طيب خلونا نبدأ الآن في بعض القصص والحكاية اللي تكلمنا عنها قبل قليل. أذكر أحد الشباب قابلته قبل 10 سنوات، قال لي، كان طبعا أنا بأحذف الأسماء وبأحذف المناطق حتى لا يتبين أسماء الشخصيات لأن المجالس بالأمانات. الأخ هذا من خيرة الناس، طبعا هو إعلامي الآن بالمناسبة، يعني أحد الإعلاميين يشتغل في الإعلام. قال لي قبل تقريبا 11 سنة أو 12 سنة جرى أنه شاهد مقطعا على اليوتيوب وعلى بعض البرامج أو بعض منصات على الإنترنت، بعض المواقع، بعض المنتديات، شاهد مقطع لفتاة عراقية سنية تم اغتصابها وتنادي المسلمين في كل الأرض وين النخوة وين الفزعة. والأخ هذا كان يمر بقلق عالي لأنه يعني تم تأخر قبوله في الجامعة، ولما قبل في الجامعة إذا فاتت عليه بعض الأمور وصار فيه يعني قلق من أنواع مختلفة اجتماعي وعلمي يعني. وفي هذه في تلك الفترة أظن تم يعني توقيفه عن الدراسة أو شيء من هذا، فأصبح في حالة يعني عاطل ولا مع شيء، وكأنه يشعر بأنه يعني حقق يعني خذل والده والأشخاص الذين توسطوا له وقربوه إلى أن يدخل في الجامعة. طبعا هو في منطقة من مناطق المملكة، فلما شاهد المشهد هذا في المسجل بالفيديو في بعض وسائل الإعلام وفي بعض المنتديات قديما كان في النت، بحس بنوع من الرغبة في يعني في أن ينتصر لهذه الفتاة العراقية. فقرر أنه يبيع سيارته ويطلع للحدود، يوصله واحد من المهربين على الحدود، وحدث له ذلك. بس اللي يشتغل في التهريب باعه على القوات العراقية، يعني بالفعل كان في كثير من السعوديين يحاولون يهربون، فنفس المهرب يأخذ منك $500 $1,000، وفي نفس الوقت هو متعاقد مع الجهة الثانية على أنه يسلمك لهم، فيأخذ من إيش؟ من الجهتين. مهرب يعني تبغاه يصير يعني راقي في أخلاقه. فقبض عليه، صار تبادل أظن مقبوض عليهم، جاء للمملكة. طبعا ما عليه جناية إلا قضية إيش؟ إلا قضية اختراق الحدود أو شيء من هذا. عموما يعني صارت له قصة وسجن له يمكن سنتين كذا، وقابلته بعد السجن وساعدته في بعض الأمور حسب ما كان قدرتي عليه في ذاك الوقت في يعني في أثناء ما قابلته. طبعا الفائدة من هذه القصة أنه من أهم الأشياء في قضية الوقاية الفكرية، إذا كنت في حالة حماس مرتفع في سنكم هذا يا شباب،
إذا كنت في حالة حماس مرتفع اتجاه شيء معين يجب أنك تخاف من إيش؟ من قراراتك، لأنك في الغالب ستكون مندفع ولا تحسب للعواقب حساب. هذه فائدة من هذه الحكاية. في حكاية ثانية فيها رومانسية شوي. واحد من الشباب حب بنت جيرانهم ولف عليها ولفت عليه ورسائل وعشقه وكذا بالحكاية الحكاية ويرسل له وترسل له وصف الأمر أعرس عليها. أعرس عليها وهو طالب، طالب توه. فلما تزوجها البنت صار لها إيش؟ مطالب، تبغى كذا وتبغى كذا كحال أي زوجة. والأخ العاشق كان إيش؟ طالب، طالب ما معه شيء، كل شوي يطلب من أبوه، وأبوه أنزعج يعني من كثر طلباته. البنت تبغى كذا وكذا وتبغى تتميز، يعني كونها بنت صغيرة عندها أهلها وكونها متزوجة، يعني في الزواجات في الحفلات في المناسبات تعد متزوجة متأهلة، يعني في طلباتها كثيرة. ما استطاع، صار بينهم نزاع، طلبت الطلاق، طلقها. طبعا طلق حبيبته الحين، ترى هذه قصة حقيقية وقالها لي هذا الشخص، أو أنا حضرت يعني أثناء ما قالها في حلقة نقاش. فاكتئب كحال كثير من العشاق، يعني أصيب بإيش؟ بضيقة صدر، وتوحد وانعزل وانطوى، ما عاد صار يبغى يقابل أهله ولا يبغى يروح للجامعة، وقفل كل شيء. يعني نتج عن الانطواء هذا أنه صار 24 ساعة على وإيش؟ على اليوتيوب وعلى المنتديات. ومن باب الإثارة المكتئب عادة يبحث عن شيء يحرك فيه، شيء يخوفه، شيء نيتشه له عبارة يقول عش في الخطر تعش أسمى ما يكون. يقول إذا حسيت أن الدنيا متبلدة عندك عش على فوهة بركان كذا، خلك جنب أكبر شيء من الخطر عشان تستيقظ حيوية الحياة فيك. فيظهر أن بعض الناس هذا طريقتهم في حالة الاكتئاب والحزن، يحاولون قدر الإمكان أنهم يقتربون من مواطن الإثارة، فصار يدخل مواقع والإمارة الإسلامية والقاعدة، دمرنا سوينا كذا، والرجال بدأ يحس أنه اختياراته السابقة كانت دنيوية وبائسة، ويجب عليه أنه يكون شخص له هدف في الحياة. طبعاً هالكلام ذا ما يتم في يوم وليلة، هذا يأخذ وقت. وصار اللي صار، والرجال لبس لبس أفغاني وجمع له كم واحد من أخوياه وراح المنطقة معينة، لأنهم قبض عليه وهو في إحدى الدورات في مدينة من مدن المملكة، لأن لبسهم كان ملفت للنظر، يعني هذا من غبائه حتى أنهم لابسين لبس أفغاني في المملكة. وكانت خيرة له، يعني خذ له يعني أشهر قليلة وطلع وحدثنا بالقصة هذه. طبعاً هذه فائدة الحكاية، أنه الحزن والاكتئاب والوحدة والانطواء تضعفك، تضعف قراراتك، تضعف اختياراتك. لذلك المعلمين الكبار يقولون دائما الفرح قوة، فلا تدع للحزن أن يضعفك. إذا كنت في حالة صدمة عاطفية، في خسارة، في حالة خذلان، لا تتخذ قرار، ولا تتخذ الوحدة والانطواء حل، لأنه ليس حلاً في الحقيقة. أنت في الحالة هذه تتعشش فيك الأفكار السوداوية والسلبية، وتصبح خياراتك يعني غير واقعية ومتوجهة للأشياء السلبية هذه. إذن ينتبه الإنسان في حال الصدمات العاطفية أن ينطوي على نفسه، ترى هذه مسألة مهمة جداً. في كثير من الحالات التي وقفت عليها بنفسي، سواء في مسائل الإلحاد وأنا أعمل في ملف الإلحاد من 5 سنوات، أو في حال التطرف يعني اللي هو الإرهابي، القضايا الصدمات العاطفية أو الخسارات الإنسانية ذات أثر كبير في بعض التحولات. أنا حتى ما أطيل عليك شيخ عبد المحسن والإخوة الحضور، أبنتقل الآن للقصة الثالثة، باختصر بعض القصص. القصة الثالثة هذه حدثت على تويتر قبل أشهر. واحد أو وحدة في حساب معين كتب، قال تاريخ تحولات الفكرية، عمره 20 سنة، قال كنت داعشيا ثم عدنانيا، إشارة إلى من؟ إلى عدنان إبراهيم، ثم لا أدريا، ثم ملحدا، ثم الحين ضايع. كذا كاتب بنت أو ولد أنا ما أدري. هي تغريدة عادية جدا، يعني كاتب يقول يعني تاريخ تحولاتي الفكرية مر بهذه المسائل، أنه كان داعشي، طبعا قصد أنه كان متدين، ما هو قصد أنه داعشي حقيقي، ثم صار تأثر بعدنان إبراهيم
فترك يعني كل كلام المشايخ وكلام العلماء، ثم بعد ذلك شاف والله الدعوة ما هي بمضبوطة، فتحول إلى أن يكون يعني نوعا ما إلى أن يكون لا أدري، ثم تحول إلى ملحد، ثم شاف المسألة كلها ما هي بجايب أهمها، فصار الآن ضايع البوصلة عنده. العجيب مو بهنا، مو في الكلام هذا، العجيب في التعليقات اللي جاءت تحت التغريدة، المنشن حقها، التغريدة منشنها تحفة تحفة. أثاري المسألة مهيب عند واحد ولا اثنين، أثاري المسألة فيه يعني فئة كبيرة في المجتمع من الشباب يعانون من التنقلات الفكرية من الداعش، إلى يقول واحد أنا من داعش صرت قرآني، واللي يقول أنا من كذا صرت كذا، وتقرأ. أنا طبعا خزنتها كلها عندي لأنها تحكي تحولات رهيبة. طبعا التحولات التنقلات الرهيبة اللي تجي دي ترى موجودة من زمان، من صفات الخوارج من قديم، أنه تحولاتهم الفكرية عنيفة ولا هادئة؟ عنيفة. لذلك واحد اسمه شبث، أظن شبث بن ربعي أو شبث بن ربعي، ذكروا عنه في كتب القدماء، قالوا هذا كان مؤذن سجاح. سجاح كانت هنا حولنا في نجد هنا، اللي كانت يعني ادعت النبوة، في ادعت النبوة واتبعها بعض الناس، وحدثت ما يعرف في عهد أبي بكر الصديق بمعارك أو حروب الردة. كانت سجاح والثاني شو اسمه مسيلم الكذاب والمجموعة هذه اللي كانت موجودة في اليمامة، منطقة يعني منطقة نجد تقريبا. سجاح هذا كان مؤذنوها، طبعا هم غيروا في الدين بعض الشغلات يعني عشان يناسب الأذواق. ثم بعد ذلك انتقل هذا شبث بن ربعي إلى أنه أصبح من معسكر علي بن أبي طالب، ثم انتقل إلى الخوارج، ثم انتقل إلى مع المختار بن أبي عبيد الثقفي. ثم يعني لما تقرأ قصة حياته وتنقلاته عنيفة جدا. وفي سيرة الخوارج القدماء اللي كانوا أيضا يكفرون الناس ويستحلون الدماء، أشياء مشابهة لما يحدث حاليا بناحية التنقلات الفكرية. مرة الخوارج تناقشوا في مسألة، قالوا شكلنا نحن لما اخترنا القضية هذه أننا كفرنا، وأن إمامنا اللي هو قائدهم أو أميرهم كفر، فيجب أننا نقرره بالكفر ثم بأنه يرجع إيش يسلم. فراحوا قالوا له، قالوا تراك أنت في لما أسرت كذا أو سويت كذا وأخذت الغنيمة الفلانية في المعركة الفلانية ما كان يجوز لنا، وبالتالي مرتكب المعصية أو مرتكب الكبيرة يكون إيش كافر، فاعترف عن نفسك بالكفر ثم ارجع للإسلام، وحنا نعترف عن نفسنا بالكفر ثم نرجع بالإسلام. لذلك تلقى عندهم مثل الشغلات هذه، وتلقى عندهم أيضا تنوع كبير جدا في المذاهب الفقهية، من بين الأزارقة إلى القعدة من الخوارج إلى غير ذلك من القصص. اللي أنا أريد أن آخر محور أتكلم فيه الآن حتى نفتح المجال للمداخلات، آخر الدراسات اللي تتحدث عن طريقة خلخلة الأفكار لتزرع يا تطرف أو تزرع تطرف إلحادي أو تطرف لا ديني أو تطرف ديني، تمر بخطوات من أبرزها من أهمها، ما أقول كلها بس من أهمها، لا أقول أني سأتكلم عن كلها، سأتكلم عن أهمها. أول خطوة تحويل الثوابت إلى آراء مختلف فيها. يعني مثلا أنت عندك أن الدماء الناس معصومة، فيحاول قدر الإمكان يبين لك لا، أن الشخص إذا كفر أنه دمه مستباح. الملحد أو اللاديني يحاول قدر الإمكان يبين لك ما في ثوابت في الدين، ما في قطعيات، ما فيه المعلوم من الدين بالضرورة، يحاول أن يجعل كل المسائل هي مسألة إيش نسبية. ثم إذا قلت أي شيء بيقول لك لا تحتكر الحقيقة، الحقيقة لا تحتكر، فيحول كل رأي مهما كان لو في مسألة من مسألة القطعيات في الدين يحولها إلى قضية نسبية، إلى قضية تحتمل الآراء، يحتمل الاختلاف. إذا 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 استطاع أن يوصل أحدا إلى هذه المرحلة بيبدأ معه في شيء ثاني. من ضمن الخطوات اللي يستخدمونها أيضا هي قضية الأكاذيب الحقيقية. كيف تكون أكاذيب حقيقية؟ يحاول أن يكرر الكذبة عدة مرات، ويدعمها ببعض الدراسات، يدعمها ببعض المقاطع، حتى تعتقد أنت أن هذه الأكذوبة أنها أصبحت إيش حقيقة. يعني أحد الأساتذة في الإعلام رصد شيء ملفت للنظر، أظن الدكتورة منى الفضل،
رصدت مسألة قالت أنه في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي في كلام على أن أعلى نسب التحرش هي في البلاد الإسلامية، التحرش الجنسي. قال هذا، تقول هذا الكلام لما بحثنا عنه، يعني في بعض الدراسات لا مطلوبة، دراسات غير معترف بها، والحقيقة نسب التحرش الجنسي والفضائح الجنسية في الغرب في المجتمعات الغربية المفتوحة نسب أعلى بكثير، لكن ما تسويق هذه الأكذوبة بطريقة احترافية لكي يقتنع بها كثير من أبناء المسلمين. طبعا في أمثلة متعددة لكن أنا أختصر بحكم الوقت، يعني أنه قصير. هذه وسيلة الأكاذيب الحقيقية. في وسيلة أخرى أستطيع تسميتها بالاجتزاء أو البتر السياقي، يعني في سياق معين تروح تبترى وتأخذ إيش؟ جزء معين اجتزئ من شيء. يعني أنت الآن لو تشوف مثلا قدامنا الآن وحنا جالسين يمر طفل يركض وخلفه شخص كذا ملتحي وماسك الطفل يضربه، مباشرة تعاطفك مع من؟ مع الطفل. لكن لو شفت الحدث اللي جرى من الجهة الثانية أن الطفل هذا قذف هذا الرجل بحصى وآذاه بشيء معين ويمكن كب بنزين ولا سوى شيء، ستتغير وجهة نظرك. إذا نظرت إلى الشيء في حالة واحدة قد يكون لك وجهة نظر معينة، هذا اللي نسميه البتر، بتر القصة، بتر النص. مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. يعني هل الله عز وجل يأمرنا لا نقرب الصلاة؟ ولا قضية إذا كنا، يعني إذا كان الواحد في حالة، يعني لما كان تحريم الخمر مرة بعدة مراحل ومنها أن الإنسان لا يقرب الصلاة، لا المسلمين لا يقربون الصلاة وهم سكارى، هي أيضا اجتزاء في النص، اجتزاء في النص. الاجتزاء الآن على وسائل التواصل في منصات التواصل في بعض الأمور كثير، وخاصة يا شباب أحد السلبيات المهمة جدا الآن، لأن الآن وسائل التواصل الحديث أصبحت تغذي بشكل كبير التركيز على السلبيات، ترى هذه مشكلة كبرى. تلاحظون نحن كثيرا الآن ما نعاني من ضغوطات معينة بسبب كثرة التركيز على السلبيات، بينما الإيجابيات اللي عندنا في بلدنا، اللي عندنا مثلا في جامعتنا هنا، اللي عندنا في مجتمعنا، اللي عندنا في حينا، قل ما أحد يركز عليها. كم مرة قرأت في مثلا في أي صحيفة إلكترونية أو في أي موقع تواصل اجتماعي عن قصة بر واحد بوالدته مثلا، وكم مرة قرأنا عن قصة واحد ضرب والدته ولا تعدى عليها. الإعلام في الغالب، ويسامحني الشيخ عبد المحسن في هذا، يقول لك أحد الإعلاميين الكبار جاء صحفي فقال يعني فيه كلب عض واحد يمشي، قال هذا مو بخبر ما يصلح يطلع في الإعلام، الخبر أن يتقول أن إنساناً عض الكلب، ما تقول أن الكلب عض الإنسان. لذلك نحن تحت قصف شديد من السلبيات تجعلنا نرى الواقع في سياقاته الحقيقية، ورى الصورة عندنا مكتملة، ما نرى إلا جزء الآن من الصورة. لذلك ترى تنشيط الأخبار الإيجابية ضرورة للتوازن، ضرورة للصحة النفسية، ضرورة لكي تنظر للواقع يعني بصورة دقيقة بعيدا عن التركيز على جانب دون جانب. المرحلة الرابعة التي تقع أحيانا أنه تتم استدلالات فيها قفز للنتائج، وأكثر شيء يسبب الفوضى الفكرية، أكثر شيء يسبب الاضطراب الفكري أنك لا تفحص المقدمات، تقفز للنتائج دون فحص المقدمات. القفز للنتائج تقول ما دام هذا صار كذا فأكيد أنه كذا، دون أن تتأكد من المقدمة الأولى المقدمة الثانية، وهو صحيح ما هي بصحيحة، مصدر الخبر من وين، وش اللي لا. القفز للنتائج دون النظر في المقدمات هذه أحد الوسائل التي تستخدم في التلاعب بالوعي وفي التأثير على الوقاية الفكرية اللي تكلمنا عنها قبل قليل. أيضا تشويه القدوات والقادات، تشويه القادة، قادة في المجتمع، قادة الفكر، قادة الدين، قادة الدينيين، القادة السياسيين، قادة المجتمع، يتم تشويه المجتمع بطريقة مبرمجة، القيادات. حتى لو تلاحظون الآن في عصرنا، الآن في وقتنا هذا، القدوات قلوا ولا كثروا؟ قلوا. وفي وقت سابق كان في قدوات اجتماعية يعني جيدة، الآن بعض وسائل الإعلام تعمل على تشويه القدوات، ويصبح المجتمع كأنه بلا قدوات، وبالتالي بلا قيادات، لا قيادات سياسية
محترمة ولا قيادات دينية محترمة ولا قيادات اجتماعية محترمة، ما خلوا أحد، لا رؤساء قبائل، لا مشايخ دين، لا سياسيين، لا ما خلوا أحد. ما بتشوف وسائل التواصل الاجتماعي تشويه مبرمج مدروس، وهذا مقصود في الحقيقة، لأن عند سقوط القدوات مع الأشياء الأخرى اللي ذكرناها يصبح العقل جاهز لإمكانية التلاعب في يعني به. آخر مسألة التهويل النماذج، يعني إذا 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 شوه صورة القيادات الدينية في ذهنك أو صورة القيادات الاجتماعية يبدأ يهول النموذج الآخر المقابل، يا أما يهول لك الحضارة الغربية، يا أما يهول لك مثلا المسمى مثلا الدولة الإسلامية والخليفة الفلان والمدري إيش، فيحاول يطلعه وكأنه ملك من الملائكة. يعني لاحظوا الآن اللعبة كيف تكون، تشويه في جهة حتى يسقط الأشياء المحسوسة في الواقع، وتهويل النموذج اللي هو يراد الوصول إليه. يعني اللاديني وهول لك النموذج الغربي، النموذج الغربي ما يكاد يكون في الغرب سلبيات، كله بس يحاول يهول لك النموذج، يكبره يعني يضخمه. كذلك المتطرفين الدينيين يحاول يضخم لك إيش سيرة الشخصيات الإرهابية وكيف أنهم قيادات نظيفة وأنهم وهذا كله مو صحيح طبعا. الشاهد من هذا الكلام كله يا شباب، يعني حتى لا يتم التلاعب بوعينا لابد أننا ننتبه لمثل هذه الخطوات. المعرفة قوة، إذا عرفنا مثل هذه الخطوات اللي يتلاعب فيها بالوعي، إذا عرفنا مثل هذه الأمور تصبح الوقاية الفكرية ممكنة وإمكانياتها أكبر، لأن المعرفة قوة. إذا عرفنا أن هذا يحدث وأن هذا يجري وأن هذا ممكن أي واحد منا يتعرض له، وعرفنا المخاطر هذه نتوقاها، وتصبح عندنا مناعة ذاتية من أننا نقترب أو نقع في مثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا من مثل هذه المسائل اللي طرحناها، وأظن أننا إن شاء الله يعني في الوقت نصف ساعة. الله يحفظك، شاكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم جميعا. الله يخليك، شكرا جزيلا دكتور خالد على هذه على هذا الحضور، وشرفتنا في الحديث عن هذا الموضوع الذي اخترته، وكان موضوع مفعم بالكثير من النماذج التي بالتأكيد تثير بعض الأسئلة وتثير بعض المداخلات التي ستكون مفتوحة لكم أخواني الحضور. طبعا ركز على موضوع المعرفة قوة، ختم بها هذه العبارة، ويبدو أننا عموما أمام تحدي كبير مع تزايد وسائل التواصل الاجتماعي والانفجار المعلومات الكبير والمهول الذي يأتينا من كل حدب وصوب، وبالتالي آليات الفرز ستكون صعبة والوقت ضيق جدا. ربما هذا التحدي الأبرز. تحدثت عن موضوع يعني ركزت كثير على موضوع العواطف في البداية، هل هذه العواطف يعني يتم التلاعب بها ويتم يعني مناقشتها، يعني مناقشة الشخص من خلال عواطفه، أم تحدي عقله وتحدي الأفكار التي لديه؟ في مقولة يؤمن بها بعض المفكرين بعض الفلاسفة، وأنا أشوف أنها إلى حد كبير صحيحة، يقولون العقل عبد العواطف، العقل عبد العواطف، وأنك إذا أردت أن تؤثر على العقل فيجب أن تكون البوابة الكبرى هي إيش؟ العواطف. وبالفعل لو تلاحظون الكلام اللي نتكلم عنه الآن، أنه عندما يصبح العقل غير قادر على التركيز ومتشتت يصبح من السهل زرع بعض الأشياء فيه. لذلك بالفعل يعني هذه كلمة قالها ديفيد هيوم وأكدها برتراند راسل، وهذولا كلهم لا دينيين بالمناسبة، وأكدتها بعض الدراسات المعاصرة، أن العقل عبد العواطف، خاضع للعواطف، تأثير العواطف بالغ جدا حتى في الاختيارات العقلية. فأنا أتصور أن هذه المسألة مسألة الصدمات العاطفية، التأثر بعض الأمور، هذه يعني هي السبيل لإحداث بعض التغيرات الفكرية وبعض التحولات الفكرية. في مسألة أخرى، مسألة الأفكار، أنت يعني تقريبا الجلسة ركزت على نموذجين، النموذج المتطرف في اتجاه الأعمال المتطرفة الإرهاب وإلى آخره، وكذلك اللاديني أو الإلحاد. طيب منطقة الأفكار اللي بالإمكان الواحد يكون فيها، يعني يناقش الأفكار المختلفة بحيث يؤثر ولا يتأثر، أو حتى يتأثر، ما المانع في أن لا يتأثر بفكرة قد تكون لا تليق يعني أو لا يقبل بها مجتمعيا أو لا يقبل بها أسريا وإلى آخره، لكن
هل هناك منطقة متاحة على الأقل الواحد يتبادل فيها الأفكار مع الناس الثانيين؟ يعني مؤكد هذا مؤكد. يعني ليش نحمي كل شيء؟ يعني كأننا نحمي كل شيء. لا هذا مؤكد يا دكتور. هذا مؤكد جدا أنه مسألة التبادل الاستيراد والتصدير في الأفكار هذه مسألة حتمية، بل إنها ما عاد أصبحت يعني قضية اختيار، هي أصبحت ضرورة. يعني ما تملك الآن أنك تقول أني لا أستطيع أن أتثاقف مع الأفكار الأخرى أو أنني أؤثر وتأثر بها، لا، هذه أصبحت حتمية الآن. وبالتالي المطلوب هو ترشيدها فقط، المطلوب هو ترشيدها لكي لا تنحرف في مسالك يعني غير محمودة، مثل ما تكلمنا قبل قليل، مسالك تتحول إلى عنف ضد المجتمع أو إلى أن يكون الإنسان من حيث لا يدري طابور خامس. يعني مثل اللاديني ما عنده مانع أنه يتعامل مع الجهات الخارجية لإحداث تغيير في الداخل لكي يتفق مع أفكاره، فهذا أيضا مصيبة أخرى. إذا كان لا يأتي التغيير إلا على ظهور الدبابات وعلى قنابل الطائرات مثل ما صار في بعض المناطق من قريبة منا، هذه مشكلة أخرى أيضا، هي لا تقل خطورة عن قضية الأفكار المؤدية للعنف، العنف المسلح اللي هي مثل التطرف الديني اللي موجود. لكن في تطرف آخر اللي هو التطرف الذي ينتهي إلى نوع من حتى ترويج أشياء سلبية عن المجتمع للغرب، ودعوة البعض القوات الخارجية للتدخل في الداخل، هذه خطيرة أيضا، بل إني أشوف أن خطورتها يعني خفية نوعا ما، فتحتاج إلى تسليط الضوء أكثر. أما مسألة الحوار الفكري تناقش مع الأفكار فهذا مطلوب، والوقاية لا تعني أنك يعني تبتعد وتعزل نفسك، بالعكس إن حذرنا من الانطواء ومن العزلة. طيب احنا راح انا عندي سؤال، انا طلع عندي سؤال قبل سؤالك، فمعليش بعطيك الميكروفون بعد سؤالي. الاخ اللي هناك ذكرت مساله الاخ اللي في التغريده والاخت اللي في التغريده من داعش، من تحولاتها ذكرت واحده من التحولات هي العدنانيه، موضوع عدنان ابراهيم على سبيل المثال. يعني هو ظهر في قناه سعوديه في رمضان وهناك فتاوى سعوديه كذلك ضد هذا الرجل. طيب يعني الان المؤسسه الرسميه تقول لنا احذروا من هذا الرجل فكريا، صح، والاعلام السعودي يعني يعرض افكار هذا الرجل. طيب هل هنا يعني المساله انه احنا لازم نسوي حصانه لانفسنا ووقايه من هذه الافكار، ولا هناك مساحه على الاقل نقدر ناخذ ونعطي مع هذا الرجل وافكار هذا الرجل؟ تصحيح للمعلومه، هي قناه تجاريه مملوكه لراس مال سعودي لكن ليست قناه رسميه، هي قناة سعودية. قناة يملكها رأس مال سعودي. أي رأس مال السعودي ما هو محسوب رسميا، لكن الجهات الرسمية عندنا في المملكة هيئة كبار العلماء أبدت ملاحظات على هذا الرجل. أنا أدعوكم بس في فقط كتاب صغير اسمه تناقضات منهجية، عن كتاب رسالة الدكتوراه لعدنان إبراهيم. انظروا حجم التناقضات عند الرجل، يعني عندما يحكم على مثل حديث أنه هنا فيه راوي ضعيف، ثم بعد صفحات يأتي ويقول هذا الراوي نفسه مقبول يحتج به. وأمثلة كثيرة، يعني من أنه يقول مثلا لا نقبل بعض الأمور ثم يقول والإسلام مقدم وكذا، ثم يقول أن حقوق الإنسان ووثيقة حقوق الإنسان هي الآن ناسخة لكثير من الأحكام الشرعية. في تناقضات، يعني تناقضات منهجية موجودة في كتابات الدكتور عدنان. السؤال هو لما أشوف هذا التعارض بين مؤسسة إعلامية هي تجارية وإلى آخره ومؤسسة رسمية سعودية، هل أنا أعمل وقاية فوراً، أو أنه أنا مسموح لي على الأقل أسمح لنفسي بتداول هذا الأفكار، أخذ وأعطي مع هذا الرجل بناء على معرفتي بناء على خبرتي؟ أنت وش الموقف اللي أنت تشوفه؟ أنا مفترض رأيي الشخصي، اللي عنده يعني مؤهلات فكرية شرعية يشاهد ويناقشه، ما عنده إشكال يناقش الأفكار التي يطرحها. لكن الشخص اللي يعرف من نفسه أنه ما عنده يعني تضلع في مثل هذه القضايا، فليش يورط روحه ويعيش في مشكلة ودوامة قد يحتاج سنوات حتى يخرج منها؟ أنا ما أرى أساساً تعارض بين الأمرين. يعني رأس المال التجاري يا شباب يهم الربح ويبغى شخصية جدلية أو مثيرة كي يعرضها، صح ولا لا؟ وأنت ما تستطيع تلومه في هذا، لأنه يبحث عن ماذا؟ عن شو كبير وعن حدث كبير وعن، فبالتالي هو يبحث عن مثل هذه القضايا. لكن المضمون الفكري، المحتوى الفكري كان فيه كلام من أهل العلم والمعروفين، وبعد ترى المناسبة مو بس من أهل العلم، في ناس فيه كلام من مفكرين عاديين. يعني مثلا أبو يعرب المرزوقي ما يمكن تحسبه على أنه من العلماء، فيلسوف مشهور في تونسي كتب كلام كبير جدا يعني ومهم ومؤثر عن مستوى منهجية عدنان إبراهيم والخلل اللي موجود فيها.
وغيرها أيضا من الأطروحات التي جاءت من ناس غير محسوبين على العلم الشرعي. شكرا أنت أجبت على أسئلتي. ودنا نأخذ مداخلات، سواء كانت مداخلات أو أسئلة من الأخوان اللي هناك. عندي الأخ هناك ثم الأخ اللي هنا. الأول واحد رفع يده. بحيث فقيه نشكر الضيف على ما تقدم به من كلام جميل. سؤالي، أليس الإفراط في التفكر والتفكير المجرد والبحث العميق أجدى أن يوصل إلى الحق أم التبعية في الأفكار؟ بمعنى أنت يعني قلت بأن القفز إلى النتائج من الأسباب المؤدية إلى التطرف، علما بأن القفز إلى النتائج يساوي بالمعنى التبعية. أنا إذا تبعت شخص بهذا الشكل يعتبر أني قفزت إلى النتائج من غير تفكر أو تفكير أو بحث مجرد. وعلى الجانب الآخر تقول أن البوليس الفكري لا يمنع، أو بمعنى مثل ما سميت يعني لا يمنع من التفكر والتفكير. هنا وجدنا أن في تناقض بين الشيئين. ما سمعت الأخير لو تكرمت. أقول يوجد تناقض بين الشيئين هذه. البوليس الفكري أو بمعنى صح الأمن الفكري مثل ما تسميه يحدنا في التبعية، أو بمعنى صح يحدنا في تفكير محدود أو تبعية محددة لأشخاص أو فكر محدد، علما بأنك تقول أنه القفز إلى النتائج من الأسباب المؤدية إلى التطرف. هل تنصح بالتبعية أم التفكر والتفكير المجرد والبحث المطلق للشخص، يعني بيكون صاحب تفرد في تفكيره؟ ممتاز. لا، البوليس الفكري ما مدحته. أنا قلت أن القضية أن بعض الذين يعترضون على الأمن الفكري يقولون أنه سيتحول إلى بوليس فكري، فلا تعارض. يعني هذا مقولة أنا نقلتها للاعتراض على الأمن الفكري. أما قضية التبعية وقضية التفكر، أنا عندي يعني وقفتين مع ما تفضلت به يا أخي الكريم. علماء الإسلام لهم تقسيم أفضل من التقسيم التقليد أو الاجتهاد. علماء الإسلام يقسمون الحالات ثلاث أقسام، يقولون فيه اجتهاد وفيه اتباع وفيه تقليد. التقليد هو أنك تقفو أثر شخص من دون ما تعرف دليله، اللي هو نتكلم عنه الآن، التقليد الأعمى يعني، وهذا مذموم. الاتباع قال أن تعرف القول بدليله، أن تعرف القول بدليله فتتبع القول بناء على معرفة الدليل. الاجتهاد اللي طبعا نادر وقليل، وهو لابد له مؤهلات وشروط، والإنسان يستطيع أن يعني يقبل ويرفض يعني بما يتوصل إليه من يعني من 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 تفكر في المسائل الدينية خاصة، نتكلم الآن هنا عنها. الأمر الآخر، الفكر والتفكر لا يمدح ولا يذم، لأنه نشاط فقط، نشاط للذهن. متى يكون مفيد وغير مفيد؟ بحسب المنهج الذي يتبعه. فالفكر والتفكر في حد ذاته لا يوصف بالمدح ولا بالذم، لأنه مجرد يعني ترى بمناسبة بعض المصابين بالأمراض العقلية والنفسية عندهم حجم تفكر عالي جدا، عالي جدا، يتفكر بصورة كبيرة في بعض الأمور، لكنها يعني هذا النشاط الحاد للذهن لا يعد إيجابي. فما يمدح، لا يمدح الفكر والتفكر في حد ذاته، إنما يمدح إذا بآثاره، بما يؤديه من نفع، بما يؤديه من خير، بما يؤديه من جمال، بما يؤديه من تعزيز الحق، فيمدح بذلك. وأيضا إذا استخدم منهجية منضبطة، لأن التفكر في حد ذاته من دون منهجية منضبطة مجرد نشاط عقلي لا يمدح ولا يذم. نعم. ماذا عن البحث يا دكتور؟ البحث في مجال معين، حتى وإن كنت غير متخصص في هذا المجال، هل يسمح لي مثلا بالبحث في هذا المجال أو طرق أبواب موصدة عني أو لا أعرفها في أي مجال من المجالات، في الفكر، في أي مجال آخر، تؤيد البحث في هذا المجال أو لا؟ لا أحد يقف أمامك في طلب العلم، اطلب العلم كما تشاء، لكن لا تتسور على يعني تتسور حصون لست قادرا عليها لأنك لم تتأهل.
يعني قبل أن تقدم على شيء تدرب عليه واحصل على العلم الكافي فيه في أي تخصص ديني أو غير ديني. كما أنك لا تستطيع أن تفتي في مسائل الطب ولا يمكن أن تفتي في مسائل علم الاجتماع أو غير ذلك من الأمور إلا بعد أن تطلب العلم في ذلك الفن أو في ذلك العلم، كذلك في المسائل الشرعية أو غيرها من القضايا الفكرية. وبس إذا تسمح لي يعني إذا ننتقل لسؤال آخر، لأنه الاستدلال بآراء اللادينيين ونبذهم في نفس الوقت، أو بمعنى صح انتقادهم والاستدلال بآرائهم، يدل على أننا نستطيع أن نأخذ من كل شيء أجمله أو من كل شيء منفعة أو شيء آخر غير هذا. شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا لك. يعني حتى الشيطان يا أخي يحيى، حتى الشيطان يؤخذ منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى أبا هريرة بأنه يقرأ آية الكرسي كل ليلة، فذكر أنه قد جاءه الشيطان وقال أبو هريرة جاءه وقال أن رجلا جاءه أو الشيطان جاءه وأوصاه أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. فيأخذون أهل العلم من هذا أن حتى الشيطان ممكن إيش يؤخذ منه. والله عز وجل يصف لنا الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فحتى الخمر فيها منافع، يعني منافع تجارية يعني ومنافع كذا. فما يمنع أن تأخذ إذا كنت معك المنهجية الصحيحة، المنهجية الصحيحة في القبول وفي الرد، منهجية الإسلامية المعتدلة، فأبدا لا يمنعك شيء من قضية القبول ما فيه حق. وعندك معايير أساسية، الشيء اللي فيه نفع، الشيء المؤيد بالدراسات، الشيء المؤيد، خلاص واضح الأمر يعني. لكن لا يكون هوى أو ميول أو انحيازات شخصية. طيب سؤال آخر، تقول اسمك الكريم تفضل. الحمد لله، عبد العزيز الشتوي. سؤال بتعليق على القناة التجارية اللي كانت تعرض للدكتور عدنان إبراهيم. طبعا وزارة الإعلام السعودي كذا مرة تدخلت في أحد القنوات التجارية ووقفت برامج، فالغريب أنها ما وقفت البرنامج حقه، عرض هو سنتين فما تدخلوا نهائيا ولا وقفوا برنامج. أنا تعليق على الكلام اللي قاله الدكتور. والله ما أدري وش البرامج اللي تدخلت فيها وقفتها. هي وقفت المذيع العليان برضو على البرنامج. لا ما له علاقة إيه؟ يعني في مفكر طلع في برنامج في قناة تجارية سعودية وأوقف، مفكر مثل عدنان إبراهيم؟ لا ما في. إيه؟ المذيعين برنامج كامل. المذيعين في النهاية موجودين في المملكة العربية السعودية، فتخاضعين تحت سلطة يعني وقوانين الإعلام السعودي، هذا أمر مختلف. لكن تسجل برنامج في أي مدينة أو في أي دولة أخرى وتعرضه، ما أظن أوقف أي برنامج ثقافي ولا لا؟ ما أظن يعني أوقف. هو يبدو لي أنه أنت تعترض لماذا لم يوقف البرنامج مثل البرامج الأخرى أو مثل الضيوف الآخرين. هو يوجه الملامة يعني أكثر من أنه يستفسر يعني. أي بس أنا أقول ما أظن أوقف. أنا يعني أمتد قليلا بكلامك، أقول ما أظن أنه أوقف أي برنامج فكري أو ثقافي، إنما يمكن يوقف بعض المذيعين زي ما تفضلت، لكن ما يوقف مفكرين أو برامج مثل هذا. الاسم الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خير، معك ثامر القشعمي. سم ثامر القشعمي. ونعم حياك الله. ثامر في الجامعة الإسلامية. في بس مداخلة وسؤال عن بعض الناس قد يكون لديه قدوة يتبع القدوة هذا، سواء إعلاميا أو حتى ممكن في الجامعة أو في المسجد أو في الحارة، ويكون يعني يحب الشخص هذا، ثم يرى سلوك مادي أو سلوك اجتماعي المفروض أنه ما يصدر من الشخص القدوة هذا، ما يصدر من أي شخص عادي، فكيف يصدر من هذا القدوة؟ ثم يكون لديه نكسة ويكره المنهج الكامل، لا يكره الشخص، والمفروض أنه يكره الشخص أو سلوك الشخص، فيكون هذا يعني شيء سلبي عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما أدري عاد إذا أنت يعني الموضوع يعني راح يحتوي الموضوع هذا ولا، اللي هو تقسيم التبعية للناس. يعني أول من طلعنا على الدنيا إحنا نعرف مسلم كافر وماشين على دربنا، الآن تقسيمات كثيرة وواحد والله ما يدري وش يعني، فتجلس مع ناس يقول أنت تبع من
هل أنت جامي؟ هل أنت ليبرالي؟ كبرت السالفة، خلاص حنا نصلي ونصوم ونتبعين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. فيه ذنوب وفيه سيئات وفيها تمحيص وفيها أشياء تسويها تكفر سيئات كل استغفار، بس الأمور كبيرة هذه، وأشوف الشباب منساقين كثيرين يعني يتبع شيء، فهذا في توجيه. والله لا اختامر منهج السمح يعني فهو يتحدث عن موضوع القدوة وموضوع التصنيف والتقسيم، ولا راح نطيل على الضيف. طيب والله أسئلتك حلوة بس جت في الأخير يعني وخاثرة كذا يعني ممتازة. بالنسبة للقدوة أنا أتصور الغلو في المحبة، الغلو في الحب، المغالاة يعني هي التي تجعل الإنسان يتصور أن هذا القدوة ما يصدر منه خطأ، فإذا صدر منه خطأ أو صدرت من بعض الأخطاء انتكس في حبه وكذا. والمشكلة ما هي مشكلة في القدوة، القدوة بشر، كل القدوات بشر، لازم تتوقع منهم يعني على الأقل تقدير يعني بعض الضعف ينتابهم، بعض الانتكاسات، بشر. لكن في جوانب أخرى يستمرون فيها قدوة في علمهم في شيء. فأنا أتصور الإشكالية هنا يعني في قضية الغلو فيه أو المغالاة فيه أو تصور فوق البشري للقدوة، وهذا خطأ، وهذا خطأ كبير طبعا. الأمر الآخر، أحد أكبر الأمور اللي تهدد الأمن الوطني التقسيم الفئوي للمجتمع بحسب الانتماءات الفكرية، هذا في الحقيقة عملية اصطفاف، وأنا في ظني هذه أحد أكبر مهددات للأمن الوطني. زي ما تفضلت، الناس كانوا أولا يعرفون هذا مسلم وهذا سعودي وخلاص وانتهينا، ولكن التقسيمات اللي صايرة لا، هذه تقسيمات لا تبشر بخير أبدا، بالعكس يجب علينا أننا الحقيقة نقف ضدها ونحاربها. ولو كان عند أشخاص أراء معينة أو شيء معين، يبقى نحن في دائرة الوطنية ودائرة الإسلامية، ما نختلف في مثل بعض هذه المسائل، لكن التقسيم في حد ذاته خطر، وخطر كبير جدا. من الطرائف هذه أختم بها الجلسة، في واحد محدث اسمه سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش، مشهور في كتب الحديث اسمه الأعمش، هذا جاه واحد وقال لماذا لا تكون من المرجئة، لأن طلعت برضو ذيك الأيام موضات فكرية خوارج شيعة مرجئة جهمية مدري إيش قدرية موضات فكرية يعني تقسيم. فجاء واحد قال له ليش ما تصير من المرجئة، يعني من الذين يرجئون يعني يرون أن الإنسان إذا كان مسلما ما يضره ارتكاب أي شيء في الأعمال من المعاصي أو غيرها. فقال سبقت الإرجاء، أنا أكبر من الإرجاء، أنا يوم دخلت الإسلام يعني بزعم من يوم وعيت على الدنيا وأنا مسلم، فالإرجاء هذا ظهر بعد ما صار عمري 30-40 سنة، فتدعوني لشيء أنا أكبر منه. فحنا بالفعل أكبر من هذه التصنيفات الاجتماعية اللي صايرة الآن. ليش؟ زي ما تفضلت قبل، إحنا نشأنا على شيء والآن صارت طالعة، إحنا أكبر منها صرنا، وبالتالي لازم يكون أكبر عقل وأكبر روح وأكبر نفسية. الوطن غالي والدين غالي، وكل من عاش يعني معك واشترك معك في المشتركات الكبرى المتعلقة يعني بالوطن وبالدين وبغير ذلك من الأمور، يجب أن لا الاختلافات الفكرية ما تقسمنا، لأن التقسيم هذا خطر، خطر كبير جدا، ممكن يستغل الأعداء، ومن أكبر مهددات الأمن الوطني. أنا مبسوط منكم جدا ومن اللي سمعته، أنكم ما شاركتم كثير، شكلكم خايفين. وأنا قلت للشيخ خالد السياري من داعشي لأبو الحيد، قلت شكلهم بيخافون. لا حد حاضر. لا عندنا حصانة فكرية كافية في الجامعة يعني، فما نخاف يعني. الله يحفظكم. الله يخليك. شكرا لكم جميعا. الله يخليك. شكرا لك أستاذ الدكتور خالد الدريس على تخصيص هذا الوقت، ونعرف وقتك ضيق كان اليوم، لكن احنا نشكرك مجددا على تخصيص هذا الوقت، على المشاركة في ديوانية إلكترونية كانت بالفعل أمسية ثرية. نتمنى أن تكونوا أنتم كذلك استمتعتم واستفدتم، ونتشرف كذلك باسم الجامعة الإلكترونية، أنا أتشرف شخصيا بتقديم درع لك شخصيا، درع تذكاري بهذه الأمسية، ونلقاكم على خير بإذن الله، وشكرا جزيلا على حضوركم.